واحد اثنين ثلاثة كولو واحد واحد انا انا بشور ها حول الزيت مجد مازال يفتس على الملح نجيب لك مايونيز مجد سخونة يا خرج اللي في جيبك شنو بعد ماني مش خرج حمامه ما بصدق عارف اللي حط هنا يا راس ما حطيتش هاي باش نحسبه تو لحظه انا بدي يحسب بالايماج بالايماج ماني نيجا نسخاتك باش تاكل كعبه فما حاجه اسمها الفار انا فار بتاعك احمد قال لك النجم ناكل عظمه بقشوره اي ناكلها شنو المشكل كول عظمه بقشوره لو كان ياكل احمد عظمه بقشوره شنو تعمل يحكي لي حكايه الكلوتيل هذيك مره خليني نموت بالضحك اوكي لحظه نجوم ايش ايش والله ياكل الشادي بالحق كعبه بقشوره لا احمد احمد هل ينجم احمد يا ودي هذا يا ودي بعد ما يكمل كعبه العظم بقشوره تنجيب له ياكل السحفه بقشوره برجوليا احمد ياكل عظمه بقشوره نحيو 500,000 شهيد صادق نعطيه له يا صادق يخلص 400,000 نحيو 500 باهي نعيمك ياكل عظمه بقشوره فيها خطر يا بنتي ماكل حنش يا نوفر امشي وشك نعم كل حنوشه يا ليه احمد احمد اخت انا عمري ما ناكل حاجه وما نعرفش فيها منفع ولا ما فيهاش منفع ولا فيها ضرر يا مدي انا ماكلش مغسوله ناكل تعرفش كيفاش لحظه ستوب كل كعبه مغلي لحظه كل حنوشه راهم ياكلوا العظام بالقشور انا كنت انا مسيب انا تراه سايب احمد هاي برا لونتي يمشي اكلها حرب ارحب لي تصفيقه كبيره على احمد لا تصفيق